أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله على هذه التلاوة الرائعة، على هذا الصوت الملائكي الذي استمعنا إليه قبل قليل، أداء رائع، إتقان ما شاء الله في انتقال ما بين المقامات، انتقال رائع، أداء ممتاز ما شاء الله عليك يا أحمد محمود. ذكرتنا فعلا بكبار القراء الذين كنا نستمع إليهم في صغرنا، ذكرتنا بهذه المدرسة العريقة في مصر التي تعنى بجانب التحقيق في تلاوة القرآن الكريم، فما شاء الله عليك يا بني، تلاوتك رائعة. وعلى رأي البروفيسور كمال جدة لابد من ملح لقراءتك حتى تزداد بحول الله رونقا وجمالا في لقاءاتنا القادمة. تنبه فقط إلى مسألة مهمة وهي التسوية، تسوية المدود والغنن. في بعض الأحيان لاحظنا بعض ربما الإضافة في بعض المدود أو الغنن والتقليل في بعضها، مثلا الناس لما قرأتها رب إنهن أضللن كثيرا من الناس لم تعطيها حقها، تنبه إلى هذا وما سوى ذلك كان رائعا دكتور كمال، أليس كذلك؟